يقوم قسم خدماته الوازم بتقديم كافة الخدمات والدعم بالكلية، منها خدمة الأمن مثل توفير الحراسة للمناوبات الفترية وتفعيل كاميرات المراقبة على مدار 24 ساعة. كذلك نقوم بخدمات الصيانة بالصيانة الدورية والصيانة السنوية. وفي ظل جائحة كورونا يقوم القسم بتطهير وتعقيم مباني الكلية. ومن الخدمات بالقسم خدمة المشتريات، بحيث يقوم القسم بتوفير اللتات المتري والقرطاسية بكافة أنواعها لجميع الأقسام. ومن الخدمات التي يقدمها القسم الخدمات الزراعية، بحيث نقوم بالتطوير الزراعي المستمر بالكلية.